في عندنا ما يسمى بالفانكشن كلاسيفيكيشن اوف ذا ماسل، تقسيمه العضلات تبع للوظيفه. الاكشن هو ايه؟ الاكشن بتاع العضله ده المجهود اللي بتبذله العضله عشان تحقق حركه. effect produced by a muscle to produce or prevent movements. يعني حضرتك عاوز تشيل الكمبيوتر، عاوز تشيل الترابيز، عاوز تحط الترابيز، او ان حد يقابلك هتضغط عشان تمنع الحركة، انت شايل توقف الحركة، تمد الحركة. الاكشن اللي بتعمله العضلة هو ده الافكت اللي بتعمله العضلة عشان يتؤدي يتمنع حركة، ده اسمه الاكشن او الفعل بتاع الحركة. الاول ماسل كونتراكشن كان بي كلاسيفايد بي ايزر ايزوتونيك او ايزومتريك. كلمة ايزو يعني متعادل، كلمة ايزو لوحدها يعني متعادل، كلمة تونيك يعني جهد، يبقى احنا ما جبناش سيرة اللينس هنا. ايزوتونيك كونتراكشن معناها ان الماسلز كونتراكشن ويز تشينج ان ذا لينس اوف ذا ماسل. يعني ايه؟ يعني ايزوتونيك معناها في تعادل وفي جهد مبذول، ولكن ايه اللي بيتغير هنا؟ يبقى ايزوتونيك معناها ثابته الجهد، ولكن اللي بيتغير الطول. بص حضرتك معايا للصوره دي اهو، هنا الراجل ده بيقيم الوزن ده على ايده، فحصل ايه؟ هيعمل كده فليكشن صح او اكستنشن. تمام، لو عمل فليكشن معناه عمل ايه؟ كونسنتريك كونتراكشن، انقباض مركزي، لانه طول العضله بدا يقصر. فمعنى كده ان في جهد مبذول وثابت، ولكن اللي بيتغير هنا طول العضله. يبقى كلمه ايزوتونيك كونتراكشن يا اما كونسنتريك يا اما اكسنتريك. بص حضرتك معايا، هنا ايزوتونيك معناها الجهد ثابت، انما ايه اللي بيتغير؟ طول العضله. يبقى هنا الجهد ثابت انما اللي اتغير طول العضله. لما عمل فليكشن، لما عمل تاني للايد، اللي طول العضله قصر. طب لما عمل اكستنشن كده فرد الايد، العضله حصل لها الطول زاد. يبقى اللي بيتغير معايا هنا الايه؟ الطول. يبقى في الايزوتونيك كونتراكشن اللي بيتغير هنا طول العضله، يا اما يتغير بالنقص يعني يقل طول العضله فيسموه كونسنتريك كونتراكشن، يا اما يزيد طول العضله فيسموه اكسنتريك كونتراكشن. طب ايه تاني من الكونتراكشن؟ تاني نوع من الكونتراكشن بيسموه ايزومتريك. بص حضرتك بقى، ايزومتريك كونتراكشن، ايزو احنا قلنا متعادل، متريك متريك يعني لينس، يعني معناها ان طول العضله هنا متعادل، يعني لا بيقل ولا بيزيد. ف بص حضرتك معايا هنا في الصوره دي، الايزومتريك كونتراكشن هو باذل جهد، ولكن الطول بتاع العضله ما اتغيرش. الجهد اللي بتغير زي ايه؟ زي ما حضرتك تيجي تزق حيطه، انت عمال تزقه في الحيطه، طول العضله ما اتغيرش ولكن الجهد متغير. طب لما تيجي ترفع ترابيزه وما قدرتش ترفعها، او مكتب، طول العضله هنا ثابت، ده بيسموه والجهد متغير، فهنا بيسموه ايزومتريك كونتراكشن. اوكير وين ذا ماسل ديفلوب ديتنشن بات داز نوت تشينج ان ذا لينس. يبقى لما العضله بتبذل مجهود وما بيتغيرش الطول، ده بيسموه ايزومتريك. يبقى نعيدها تاني، الاكشن بتاع العضله بينقسم لجزئين، يا اما ايزوتونيك الفعل اللي هتعمله، يا ايزوتونيك يا ايزومتريك. ايزوتونيك معناها متعادل الجهد، الجهد ثابت، ايه اللي بيتغير في الايزوتونيك؟ طول العضله. لو قصر طول العضله نتيجه الكونتراكشن يبقى يسموه كونسنتريك كونتراكشن، لو زاد طول العضله نتيجه فرد الايد مثلا، بس انا ببذل جهد وانا بفرد ايدي كده، يسموه اكسنتريك كونتراكشن. طب لو في جهد مبذول ومفيش تغير في اللينس بتاع العضله، زي ما انا ازق حيطه كده ومثبت ايديا، ده يسموه ايزومتريك كونتراكشن. يعني ايزو متعادل، متريك يعني لينس الطول ثابت هنا، دي معناها ان طول العضله ما بيتغيرش ولكن الجهد ولا بيتغير، فبيسموه ايزومتريك كونتراكشن. ازاي العضله بيحصل لها انقباض اصلا؟ قالوا افضل نظريه لتفسير انقباض العضله بيسموها سلايدنج فيلامنت ثيوري اوف ذا ماسل كونتراكشن. بص حضرتك معايا، انا قلت في الساركوميرز في نوعين من البروتين، سيم فيلامنت والسيك فيلامنتس، اللي هو السيم فيلامنتس اللي هو الاكتين فيلامنتس، بروتين الاكتين، والسيك فيلامنت اللي هو بروتين الايه؟ الميوسين.
نتيجه الكونتراكشن وتغير الايونات والاستيمولاي اللي جه للعضله وبدات تتغير حاله العضله يحصل انقباض للعضله، فالعضله لما يحصل لها انقباض تقصر. قالوا النظريه بتاعه الكونتراكشن بيسموها سلايدنج فيلامنت سيري، دي اكسبلين الميكانيزم اوف ذا ماسل كونتراكشن بيزد اون ذا ماسل بروتين ذات سلايد باست ايتش اذر تو جينيريت موفمنت. عشان الحركه تحصل تبص تلاقي خيوط الاكتين دي بتتزحلق على خيوط الميوسين تنزلق عليها، والاثنين بيبقوا هنا الطول بتاعهم ما بيتغيرش، يعني طول الاكتين وطول الميوسين ما بيتغيرش، ده هما كانوا بعيد عن بعض، ده في الريلاكسد ستيت او في النون كونتراكتد ستيت. لما بيحصل كونتراكشن نتيجه العضله انا هعمل انقباض لايدي او هيجي لي ستيمولاي اخلي ايدي تنقبض، اكتين يحصل له سلايدنج على الميوسين ينزلق على الميوسين، يبقى ده لا طوله اتغير ولا ده طوله اتغير، لا نتيجه ان هم انزلقوا على بعض قصر طول العضله حصل لها كونتراكشن، كونتراكشن انقباض اهو بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايف صوره تانية اهي معانا، ده الاكتين اللي هو السيم فيلامنت وده الميوسين السيك فيلامنت، دي في النون كونتراكتد او ريلاكسد دي في كونتراكتد، هنا لا الاكتين صغر في الطول او قل في الطول ولا الميوسين قل في الطول، ده هم حصل لهم سلايدنج على بعض في حاله الايه الكونتراكشن. تقسيم العضلات اكوردنج تو الفانكشن بتاعتها، قالوا لما تكون عضلة زي البايسبس براكياي ماسل دي بتشتغل اساسا على ايه؟ بتشتغل على الالبو جوينت، لما تعمل انقباض كده تعمل ايه؟ تعمل فليكشن للالبو جوينت او مفصل المرفق. لما تكون عضلة بتؤدي بارتيكولر فانكشن لها وظيفة معينة في مكان معين دي يسموها اجونست، يسموها اجونست. لما تكون عضلة تضاد فعل العضلة دي يسموها ايه؟ انتاجونست، مضادة لفعل العضلة. فاجونست او البريم موفر بروديوس ده ابارتيكولار موفمنت، بتعمل حاجة معينة، تعمل تشتغل على المفصل ده تعمل له فليكشن اهو، يبقى دي يسموها اجونست او بريم موفر، دي بروديوس ده بارتيكولار موفمنت. لما تكون عضله بتضاد الاجونست او البريم اوفر دي بيسموها انتاجونست، مضاده للفعل زي ما حضرتك شايف يسموها انتاجونست. طب لو في حاجه بتساعد ده بقى بتعاونه شويه في الشغل يسموها سينرجيست، السينرجيست دي سمول ماسل اسيست اللارجر اجونست هيلب ستارت موشن اور ستابلايز ذا اوريجين اوف اجونست. يعني ايه؟ يعني السينرجيست دي بتساعد الاجونيست اللي هو البريموفر ده اللي هي العضله الاساسيه، لو تكون عضله صغيره يتساعد العضله دي في الفعل بتاعها يتثبت الفعل بتاعها، يعني عضله البايسبس براكياي ماسل تعمل فليكشن للالبو، في عضلات تثبت الالبو، يبقى بتساعد الاجونيست بتساعد البريموفر ده العضله اللي هي بتعمل الفعل الاساسي، انما العضله اللي بتضدها يعني الترايسبس تضاد البايسبس تضادها تعمل اكستنشن، طيب العضله اللي تضاد الاجونست يسموها ايه؟ انتاجونست. شوف برضو في الصور هنا حضرتك بص كده معايا، دي اجونست اللي عكسها تبقى ايه؟ انتاجونست. في عضله تساعد الاجونست هي اما تساعدها في بدايه الموشن او تعمل فيكسيشن للاكشن بتاعها، تثبت الاكشن بتاعها دي، تتن المفصل دي تخليه ثابت على وضعه، دي يسموها سينرجيست. وطبعا الاورجين دوت والانسرشن بتاع العضلات اهو يبدا، لازم تلاقي العضلات تعدى على مفصل، تبدا من عظمه وتنتهي في عظمه وتعدى على احد الايه المفاصل. في ما يسمى بالسفنكتر ماسل، قلنا العضلات الضمه زي بتاعه الفم زي بتاع الانس زي بتاع العين. في كوتينياس ماسلز، الكوتينياس ماسلز او العضلات الجلديه بتبقى موجوده تحت الفاشيه بتاعه الجلد، احنا قلنا سكن سوبرفيشال فاشيه، دي فاشيه الكوتينياس ماسلز موجوده تحت السوبر فاشيا الفاشيه، ودي بتبقى اكثر نموا في الحيوانات عن الانسان، الانسان ما يقدرش يحرك جلده، الحيوانات بتحرك جلدها عشان تعمل سكراتشنج، لو في اكسترنال بارازايت في داستس في اي فورين بادي او جسم غريب على جسم الحيوان بيعمل رعشه للجلد كده، رعشه الجلد بتاعه دي جايه منين؟ جايه ان عنده كوتينيا سب كوتينيا ماسلز او عضلات تحت جلديه، ودي اكثر نموا في الحيوان من الانسان.
في ارتيكولار ماسل زي الكابسولاريز مثلا اللي موجوده عند مستوى مفصل الشولدر جوينت. الكابسولاريز دي عضله صغيره بتحمي المفصل، دي بيسموها ارتيكولار ماسل، موجوده عند مستوى بعض المفاصل وتعتبر كحمايه للايه لبعض المفاصل، فيسموها يطلقوا عليها ارتيكولار ماسلز. دي كانت القصة بتاعت العضلات الهيكلية. ازاي بقى نوصف عضلة او description of the skeletal muscle، ازاي نعمل description لعضلة هيكلية، يعني نقول how to describe the muscle، ازاي توصف عضلة. نفكر كده ازاي نوصف العضلة الهيكلية. العضلة الهيكلية عشان حضرتك توصف عندك مجموعة من الايتمز عشان تقول العضلة دي ايه بالظبط، النيم بتاعها، اسمها، اسم العضله دي ايه. طب الاسم ده هيشتق منين او هيستقى منين؟ هيستقى من الاكشن بتاعها، هل هي العضله دي بتعمل اكستنسور فليكشن ادكشن ابدكشن، تمام. الشيب بتاعها، الشيب بتاعها هل هي كوادريتس ولا تريانجولر، يعني او ترابيزياس يعني معين رومبويدس معينة الشكل، دي كلها هل هي رباعية هل هي مثلثة هل هي معينة شكلها ايه. الدايركشن بتاعها هل الالياف بتاعتها ريكتس مستقيمة ولا اوبليك مائلة. البوزيشن بتاعتها زي ايه، زي السابسكابولار الالياكس الجلوتياس ماسل، كل دي مسميات للعضلات تبع موقعها. احنا خدنا مثلا السابسكابولار تحت الاسكابولا في السابسكابولار فوسة، الجلوتياس ماسل السيرفايكال ماسل في منطقه العنق في منطقه الاليا، دي كلها مسميات للعضله تبع موقعها. الديفيجن بتاعتها هل هي بايسبس يعني ذو راسين ولا ذو ثلاث رؤوس ترايسبس ولا كوادريسبس ماسل ذات اربع رؤوس زي كوادريسبس فيمورز ماسل، هل هي حجمها كبير ولا صغير ميجور ولا مينور، في الصوص ميجور والصوص مينور، عضله كبيره وعضله صغيره. الاتاشمنت بتاعتها زي الاسترنوسيفاليكاس ماسل، عضله بادئه من الاسترنم لمنطقه المستود بروسيسين استرنوسيفاليكاس ماسل، الاتاشمنت بتاعتها بادئه منين منتهيه فين. الاستراكشر بتاعها زي السيميتندينوزس ماسل والسيمبرانوزس ماسل، عضلات بتسمى تبع الشكل بتاعها والتركيب بتاعها. فازاي هنوصف العضله او تبع اول حاجه من توصيف العضلات او الديسكريبشن اوف ذا ماسلز هو النيم بتاع اسمها. يعني انا هاجي اقول دي بايسبس براكياي ماسل، بايسبس ليه؟ لان لها راسين، براكياي لانها موجوده عند البراكيوم او عند العظمه العضد دي او عظمه الايه الهيومرس. اول حاجه النيم. في بقى تايبس اوف ذا سكيليتال ماسل اكوردنج تو النمبر اوف ذا بيلز اور هيد، قسموا برضو العضلات تبع عدد الرؤوس بتاعتها او عدد البطون بتاعتها، هل هي بتتكون من بطن واحدة يعني لها بيلي واحد ولا لها اكتر من بيلي. لو لها بيلي واحد عضلة لها بطن واحدة يسموها مونوجاستريك ماسل، لو لها بطنين يسموها بايسيبيتال ماسل او ترايسيبيتال او كوادريسيبيتال ايا كان. فعندنا عضلة اهي بيسموها الدايجاستريك ماسل، دي عضلة هنا اهي دي اسمها دايجاستريك ايه ماسل، عضلة ذات البطنين، او ان عضلة لها رأسين لها ثلاث رؤوس لها اربع رؤوس. يبقى العضلات بيقسموها تابع لها بيلي واحدة ولا لها اتنين بيلي، ممكن تبقى مونوجاستريك او دايجاستريك، مونوجاستريك او دايجاستريك. عدد الرؤوس ممكن تبقى يونيسيبتال يعني عضلة لها رأس واحدة او لها رأسين او لها ثلاث رؤوس او لها اربع رؤوس. يعني عندنا في البايسبس براكاي الترايسبس براكاي في كوادري في كوادريسبس فيمورز ماسل، كوادري يعني أربعة، كوادريسبس فيمورز ماسل عضلة الفخذية ذات الأربع رؤوس، في العضلة العضودية ذات الرأسين بايسبس، في الترايسبس ذات الثلاث رؤوس. فتسمية العضلة تابع عدد البطون بتاعتها لها كذا جاستر أو يا إما مونوجاستريك يا دايجاستريك، وعدد الرؤوس بتاعتها اهي زي البايسبس براكياي ماسلز والترايسبس براكياي ماسلز، دي كلها مسميات للعضله تبع عدد الرؤوس زي ما شايفين اهو حضرتك هنا اهي، دي الترايسبس لها ثلاث رؤوس ودي البايسبس براكياي ماسلز اللي هي العضله العضديه ذات الراسين. فتسميه العضله او النيم بتاع الماسلز بيختلف تبع، نرجع تاني نقول بيختلف تبع الاكشن الشيب الدايركشن البوزيشن الديفيجن السايز الاتاشمنت الاستراكشر، دي كل الايتيمز دي بتاخدها حضرتك في الاعتبار عشان نسمي العضله.
يبقى تسميه العضله اللي هتشوفها معانا في سواء في الثوراسيك لمب، في البلبيك لمب، في الابدومن والثوركس والبلفس، هتشوف في الهيد والنك. تسميه العضلات دي بيعتمد على هذه الاسس او هذه القواعد في التسميه. طب كمان ايه بقى؟ كمان الشيب بتاع العضله بيحكمنا في الديسكريبشن بتاعها. الشيب بتاع العضله يحكمنا في الديسكريبشن، هل هي زي ما قلنا تريانجل او كوادرلاترال او فيزوفورم، الاتاشمنت بتاعتها هي ماسكه في عظم ولا ماسكه في كارتج ولا تحت الجلد، ماسكه في انهي حته في العظمه زي الاسترنوس فالكس، ماسكه بادئه منين ومنتهيه فين، سترنوماستويدس ماسك، اختلافات كتير ما بين مسميات العضلات عشان يعملوا ديسكريبشن للعضله. تمام، في عضله نسميها الدكتور، في عضله نسميها ابدكتور، عضله نسميها فليكسور، عضله اكستنسور. يعني حضرتك لما تشرح معانا الايد دي الطرف الامامي تلاقي فيه مجموعه اكستنسور ومجموعه فليكسور، اكستنسور دجيتورم لاتراليز، اكستنسور دجيتورم لونجس، الفليكسور كارباي رادي. بقى في مسميات بتختلف تبع الاكشن بتاع العضله، الاستراكشر بتاع العضله، والارنجمنت بتاعت الفايبرز، التندونز بتاعتها، والساينوفيال ممبرينز بتاعتها، واي تراكيب حوالين العضله، ده كله ديسكريبشن للعضله. الريليشن بتاع العضلات مهم جدا في السيرجيكال جراوند. يعني حضرتك لما واحد هيجي يتدخل جراحيا هيقطع في العضله اللي في اني عضله واللي قبله تحتها، فدايما بندرس الريليشن بتاعه الماسل، الريليشن بتاعه ايه السوبرفيشال وايه الديب. يعني حضرتك لما تيجي تدرس عضلات البطن زي ما قلنا اكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل، بعد كده انترنال اوبليك ابدومينال ماسل، لا ده انا لو فتحت الجنب بتاعي ده من هنا هلاقي اكسترنال اوبليك وانترنال اوبليك وبعد كده ترانسفيرس ابدومينال، العضله البطنيه العريضه او المستعرضه. انما لو فتحت هنا الاقي ايه؟ الاقي عضله اسمها الريكتس ابدومينس وذ اتش شيز. يعني اتش شيز الغلاف بتاع عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا الاكسترنال اوبليك لها ابونيوريتك بارت، بعد كده الانترنال اوبليك لها ابونيوريتك بارت، الاثنين ابونيوروس دول يعملوا ايه؟ يعملوا جراب خارجي للعضله اللي اسمها الريكتس ابدومينس، والترانسفيرس كمان لها ابونيوريتك بارت، جزء ابونيوروس يعني جزء مش فيليشي، جزء فايبرس باند كده، عامل الجراب الداخلي للعضله. فبقت البطن من هنا جنب اللينيا البا، البطن من هنا في عضلتين، عضله ريكتس ابدومينس وريكتس ابدومينس بالجراب بتاعها، غلاف خارجي بيكون من طبقتين من الابونيوروس وغلاف داخلي بيكون من ابونيوروس بتاع الترانسفيرس، فبقت العضله هنا الريكتس ابدومينس. حكايه الريليشن دي ايه اللي قبلك الاول وايه اللي تحت منه وايه الاعمق وايه السطحي، ده بينفع في مهم جدا في التدخل الجراحي. يبقى حضرتك عارف ماسك المشرب بتاعك هتبدا فين وتنتهي فين، هتفتح فين. كمان البلاد سبلاي والنيرف سبلاي ده امبورتنت، يعني حاجه فايتال قوي ان انت تعرف انت هتفتح فين، هيقابلك هنا ارتري ايه، هيقابلك برانش ايه، هيقابلك عصب ايه. كمان الالياف بتاع العضله واتجاهها، حضرتك بتفتح مع اتجاه الياف العضله. يعني لما يكون عضله عندي زي البايسبس الالياف بتاعتها فيوزي فورم كده والدايركشن بتاعها بار لبعضه كده، ما تجيش تفتح للعضله كده الالتئام هتلتئم ازاي، يبقى انت عارف بتفتح ازاي. في الجراحه يعلموك ازاي تفتح، ازاي تخيط، ازاي ابروتش بتاع العمليه نفسه هتفتح فين بالظبط. ده كله اساتذتنا في الجراحه خدوا في الاعتبار ايه؟ خدوا في الاعتبار كل اللي قدام حضرتك ده، العضله دي اسمها ايه؟ هل هي عميقه؟ هل هي سطحيه؟ اتجاه الياف في ايه؟ طب ايه البلاد سبلاي والنيرف سبلاي اللي في الحته دي؟ طب ايه اللي فوق او ايه اللي تحتها؟ كل ده ديسكريبشن بنعتمد عليه في توصيف العضلات عشان بعد كده التدخل الجراحي. شوف السمري للعضلات. فحضرتك بقى شفت معانا المفترض في نهايه المحاضره تكون عرفت الفانكشن بتاع الماسلز، الكلاسيفيكيشن بتاعه الماسلز، السكيليتال ماسلز، وعرفنا طبعا الكلاسيفيكيشن وعرفنا الثلاث انواع من الماسلز اللي هي السكيليتال والكاردياك والسموث ماسلز، وشفنا صور للاستراكشرز المختلفه بتاعتهم. نشوف بقى السكيليتال ماسلز المفروض نعرف الاستراكشر بتاعها ايه بالظبط، اللي هي كانت بادئه من عضله البندلز لفايبرز او ماي فايبرز، كل فايبرز بيتكون من مجموعه من الفايبرلز اللي هي بتتكون من مجموعه من الساركوميرز، جوه الساركوميرز دي في الفيلامنتس اللي هو البروتين سواء اسين بروتين وسيك بروتين اللي هو الاكتين والمايوسين. بتشوف الفورمز بتاعتها واشكالها المختلفه، الاجزاء بتاعه العضله، بتشوف الاتاشمنت بتاعتها بتمسك ايه، هل بتمسك بتندون، هل بتمسك بيرافيا، هل بتمسك بابونيوروزس،
بتشوف الاكسسوار ستراكشرز ليها اللي هي زي البيرسا والساينوفيال شيس، بتشوف الباترن اوف ارنجمنت هل هي بارل ولا كونفرجنت ولا بينيت الديفرنت، بتشوف كمان الفانكشن كلاسيفيكيشن بتاعتها اللي هو قلنا في اجونست او بريموفر والانتاجونست والسينرجيست، بتشوف ازاي تعمل توصيف للعضلة من خلال اسمها من خلال الشيب بتاعها من خلال الاتاشمنت بتاعتها من خلال الاكشن من خلال الريليشن والبلاد والنيرف سبلاي، كل دي كونسيدريشن بتاخد حضرتك في الاعتبار لما تيجي توصف عضلة او نسمي عضلة. فعلماء التشريح حطوا توصيف للعضلات او اسامي العضلات وافعالها على اساس كل هذه القواعد. العضله دي بتفرق، بتعمل اكستنشن، بتعمل فليكشن، هل هي سوبرفيشال، هل هي ديب، هل هي ميجور مينور يعني عضله كبيره عضله صغيره، هل هي لونجس يعني طويله ولا بريفز عضله قصيره، هل هي ريكتس ولا اوبليك يعني عضله الياف مستقيمه ولا الياف مائله. دي كلها توصيف للعضلات. ده جدول للفرق ما بين 3 تايبس اوف ذا ماسلز اللي هي السكيلتال ماسلز والكاردياك ماسل والفيسرال او السموث ماسل. اللوكيشن بتاعه السكيلتال ماسل قلنا في السكيلتون، دي موجوده في الهارت، دي موجوده في جاسترو انتستينال تراك والفيسرا عموما زي اليوترس زي الاي زي البلاد فيسلز، وبتنتظم في طبقتين زي ما قلنا. السكيلتون ماسل موفمنت مسؤوله عن وظائف كتير زي البشر وال هيت برودكشن او الثيرمو ريجوليشن. الابيرنس بتاع السكيلتال ماسل بتبان سترايتد ومالتي نيوكليتد، ودي بتبقى فولانتري. كاردياك ماسل دي موجوده في الهارت وده يعتبر السنترال بامب في السيركولاتوري سيستم، ودي بتبقى سترايتد ولكن لها يوني نيوكليتد، ودي بتبقى انفولانتري. فيسرال ماسلز برضو انفولانتري ماسل ودي بتبقى نون سترايتد، دي موجوده زي ما قلنا في فيسرا بيسموها سبلانكنك ماسل او فيسرال ماسلز، ودي مسؤوله عن عمليه البريستالتيك موفمنت، مسؤوله عن الكونتراكشن بتاع البلاد فيسلز او الحفاظ على البلاد بريشرز عن طريق انها موجوده جوه البلاد فيسلز في الطبقه الوسطى من البلاد فيسلز، في البيوبل سايز، الاريكشن بتاع الهير. ده جدول بسيط للديفرنس بين 3 تايبس اوف ذا ماسلز. شكرا لحسن استماعكم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.